وهلا مباشرة أكيد بالأوفيشال اللبنيز توب 20 مثل ما قلنا لكم بأول برنامج شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم من إلا ألف مبروك ولحي معنا على التليفون نجوى بونسوار يعطيكم العافية أهلا وسهلا فيك بالأوفيشال لبنيز توب 20 هذه أول مرة عم نلتقي فيك بالأوفيشال لبنيز تشارت ألف مبروك غنيتك نمبر 1 لتاني جمعة الله يا رب الله يسمع منك لا هي وصلت لبروان هيدا ما بعرف اذا عم بتشوفك انت على الطرقات لا عم شوف يعني بس انا دائما بضلني عندي نوع من لحتى اوثق الاشياء بمعرفتي بدون ما انا تزعجني الاوهام او تكبر لي اياها براسي القصه مثل ما بيقولوا باللبناني انه تكبر لخسي بفضل اني وثق معلوماتي وارضي اللي انا اشتغلته بكلام بسمعه منكم ومن الناس اكيد اكيد لا هي اكثر على كل حال هلا رح اعطيك الرقم 50 average plays per week per radio station يعني اكثر غنية عم تمر على الاذاعات اللبنانيه خلال هالجمعه هلا بس هيك بس كثير منيح لا لا كثير كثير منيح سيد نجوى بدي بس هيك شوي على طريقتي كمان تحكينا شوي عن هالأغنية بالضبط عن مع مين تعاونت فيها وشو حبي تخبرينا عنها وصلت نمبر 1 بحب ذكر لتاني جمعة بس بدي أقول أنه هيدي السنة هيدي صحيح غبت شي سنة وكم شهر عن ألبوم ما في نوم صحيح بس أنا من أول أغنية بسجلها السنة لحتى نزلها كان في كتير أغاني أنا سجلتها مش معناتها مش رضياني عنهم لأنه كانوا بدو ينزلوا بألبوم أوكي. أما لما شفت حالي قدام هيدي الأغنية بالذات يلي انشغلت على أنها تكون لون لبناني مش فولكلور من حيث الإداء ومن حيث الميلودي على القليل تكون فيها روحية الفولكلور بموسيقتها ولكن اللبناني اللي فيها يكون شوي نتري مودرن أكتر فحسيت حالي قدام هيدي الغنية اللي لازم تنزل على السوق مش معناتها انه هيدي الغنية الوحيدة اللي تسجلت بس اجمعنا كتار على انه هيدي الغنية اللي تنزل على السوق لانه اليوم وقتها لانه صح. انا بآمن بتوقيت للأغنية بآمن بالمناخ العام قديش ممكن يخدم الأغنية أو الأغنية كيف لازم تكون بأي مطرح ونجحت فيها لأنه أكتر غنية عم تمرق هلا على الإذاعات مع أنه في كم صحفية كمان هيك حبوا ينتقدوها شوي قالوا أنه بركي شوي ما قدمت شيء كتير جديد بس أنه مثل ما أنت عم بتقولي حضرتك بتصور زبطيت لأنه هي أكتر غنية هلا عم تمرق وهي نمبر 1 لتاني جمعة بالعكس أنا بحترم النقد وأنا أصلا يعني بنتقد حالي أكتر ما هني بكتير بينتقدوني أوكي. بس بدي أقول كلمة أنه دايما دايما لما نحط حالنا بموقع الانتقاد ما نجرب نمدح بشيء أقل لأنه أنا هالمرة مش رح أسكت بس إذا كان النقد بناء أنا مجبورة واحترافي بيلزمني أني أنا دير دينتي وإسمع بقلبي شو الإعلاميين والصحفيين رأيهم بالأغنية بالذات بس بحب أقول لك أنه أغنية ما في نوم بتصور انه كانت منتشرة كتير منيح بالعالم وكمان وصلت نمبر 1 السنة الماضية اجا وقت هي ورح تتفاجأ اكتر اغنية لاش حتحبك كمان اجا انتقاد كتير عليها وهول الاثنين انتقدوا بشكل فظيع طبعا ما في نوم انتقدت اكتر لانه افتكروني انا عم اقول شي خبرية هيك فيها ترشقة ما كانوا عارفين بالاساس انه انا شو عم بعني بالدوموتاك بس بقول لك انه اجى النقد يلي كان كتير جارح بس اصراري على ايماني باللي انا قدمته كان اقوى لما قالوا لي يا ريت لانه منحبك تسحبي هالاغاني من السوق اول ما نزلت ليش حتحبك يقولوا لي منترجاكي ما فيها شيء وما في نوم يقولوا لي بليز عملي معروف هيدي مش نجوى كرم اللي منزلي ما في نوم وانا اصريت على اني نزله لانه كان عندي ايمان بانه الناس بتحب الاشياء الجديده بتحب الاشياء الاوقات دسمه وهيك كان رايي باغنيه خلي لي قلبك يلي هي محط كلام نحن بلبنان كلنا بنقول خلي لي قلبك طيب كمان خلينا نحكي شوي عن الكليب كمان عرفنا انك رح تصوري هالاغنيه الكليب مع المخرج سعيد المروك ورح يكون فيديو كليب اكيد قريبا رح تصوري بتحكينا شوي عنه رح يكون استعراضي رح يكون في شيء قصه معينه بالكليب كيف حبي شو رح يصير فيه بالكليب بالاول انا يمكن قفيت شوي من السؤال الاول لاقول اعطي حق للي كان لهم
فضل على هيدي الغنية مثل الشاعر نزار فرانسيس أوكي. ومثل الملحن جورج مدروسيان والموزع توني عنقه وإشراف توني الشعك واستوديو إلي سابا. وبحب أقول أنه بالنسبة للفيديو كليب اللي بده يكون مع سعيد المروق طبعا كلهم محفوظ الألقاب واحترامي الكامل لهم. ما بعرف بفتكر على منحة تكون مشاهد جمالية لأنه سعيد وأنا نجحنا بشو هالحلا وبهيدا حكي وبتاع خبيك بالمشاهد الجمالية. أنا شخصيا ما كتير بحب الدراما, ما كتير بحب الستوري بورد يعني القصة المحكية بالفيديو كليب بالأربع دقايق والخمس دقايق يمكن ما بتوصل للمشاهد كل معنى القصد والمخرج. فأنا صرت أتهرب شوي من القصص المحكية عبر مشاهد وانتقل للمشاهد الجمالية اللي بتبقى أكثر استعراض لأنه الفيديو كليب هو مجرد إعلان صح للناس صح لحتى يعرف عن هالمادة اللي احنا عم نقدمها. صح أكيد. طيب نجوى كمان هيك كم سؤال سريعين ما رح ناخد كتير من وقتك ورح نرجع نسمع الغنية هلا بعد شوي بالنمبر وان. هل رح تشاركي هالسنة بمهرجان موازين بالمغرب؟ أكيد إذا الله راد. أكيد. طيب. الله راد إن شاء الله يعني كل مهرجان بيكون موجود بالعالم يكون أنا إلي حصة بهالاختيار إنه اللجنة أو الدولة يختارون إني مثل بلد لبنان. أوكي. وكمان إذا فيك تخبرينا عن مشاريعك غير المهرجان, ألبوم جديد بركي؟ أما بعد. لا بلكي في إشياء جديدة طبعا يعني غير الفيديو كليب في إشياء جديدة عم تتحضر أو بلشنا بنص تحضيراتها. أوكي. وعندي طبعا حفلات بعد عندي بمونتي كارلو الله راد مش قريب يعني بس بعد شوية, عنا بأبو ظبي, عنا بدبي, عنا مهرجانات يعني بتمنى أنها عديدة يعني مش جاي ببالي كلها بموازين طبعا بالمغرب. إن شاء الله أنه يا رب نكون السنة عند حسن الظن وتكون الأحوال الأمنية متوفرة تنقدر نقدم الأشياء الحلوة للناس. طيب آخر شغلة بدي كمان نحكي فيها وبدي هيدي بس هيك بدنا نعمل مثل ما بقولوا بارانتيز صغيرة, بدنا نذكر لكل مستمعين الأوفيشال لبنيز توب 20 أنه عيد ميلادك مساقب بعد يومين يعني 26 فاب. فنحن بدنا نقلك من أكيد من قبلنا بالأوفيشال لبنيز توب 20 بصوت الغد هابي بيرثدي ونتمنى لك كل التوفيق وثانك يو سو ماتش للمقابلة ست نجوى. ثانك يو سو ماتش. اللي بشكركم عن جد وهيدا منو عيد ميلادي لأنه أنا خلقت هيدا عيد ميلاد لكل واحد خلق بهيدا النهار وطالما في ناس بعدها بتخلق وبتولد من جديد فلازم نحنا نعتبر أنه لازم نجتهد ولازم نعمل جهدنا أنه نكون فعالين على الأرض وما تكون عيد ميلاد عابرة بقدر ما يكون الميلاد اللي خلقنا فيه يكون وجودنا فعال على الأرض لحتى نكون عن جد حسينا أنه جينا على هالأرض. Thank you so much. عفوقة كمان بدي بس هيك هادي من جون لإلي كتير حبيت البرفورمانس تبعك بـ Dancing with the Stars النهار الأحد كان كمان مميزة. لا عن جد بتعرفي أنت التوب 20 كمان بيمروا على MTV فكمان بنرجع نتي. Thank you so much نجوى بتضليك معنا رح نسمع هلا أغنيتك خلي لي قلبك بعد نمبر 1 بالأوفيشال اللبنيز توب 20 نمبر 1 ولا ويلا ولا ويلا يا ويل ويلا يا ويلا خلي لي قلبك شو مخدوم انت اللي عمرك عاطيني ما عطيتك عمري وقلب اليوم بنت الكرم لا تسميني Hop
كتير وعليك بتبقى الدنيا قليلي ما بدي منك إلا حب كبير الله خالقني من بخيلي رح أجيب لك دنيا بعالم قلب صغير وعليك بتبقى الدنيا قليلي ما بدي منك إلا حب كبير الله خليلي قلبك بالأوفيشال ليبانيز توب 20 مع جون سعد على صوت الغد نجوى كرم نقطف من سبع سما سبع نجوم فنفطهم نجمي نجمي عديابا لتعذب حالك والله